تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. سائل من المغرب يقول: أنا سلفي متزوج، أحب الدعوة السلفية وأحب الخير للأمة، ولكن عندي ضعف قوي، أحب النساء وأنظر إليهن في الشارع، وأحيانا أتكلم معهن وأعلم أنني على معصية وأخاف أن أقع في الزنا، بماذا تنصحوني؟ حقيقة إذا كان هذا هو الواقع ما تمكنت السلفية من طلبه، لأن السلفية علم وعمل، ومن العلم العلم بالحرام، معرفة الحرام الذي يغضب الله تبارك وتعالى، والعمل ترك الحرام والاقتصار على الحلال. وإذا وقع الإنسان في حرام فإنه يكف نفسه سريعا ويتوب إلى الله، وربما يعمد فيتوضأ ويصلي ركعتين صادقا ويعلن توبته أمام الله عز وجل، والله يكرمه بالتوبة عليه. فأما ما ذكره السائل من هذا الضعف إلى هذا الحد أنه إذا خرج أطلق بصره ونظره إلى النساء الأجنبيات وتلذذ بذلك، فهذه جريمة منكرة، وفي قدرته أن يمنع نفسه عنها ويحبس نفسه عن الأماكن التي يوجد فيها مثل هذا. فالله المستعان عليه أن يرحم نفسه، وعليه أن يمتثل أمر الله، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فإن النظر زنا ويجر إلى ما هو أكبر منه، وهو فعل الفاحشة والجريمة والعياذ بالله. فإذا وقع الإنسان في جريمة الزنا ذهبت أعماله هبا، إلا أن يتغمده الله برحمته. فنحذر الأخ ونرشد أنه في قدرته واستطاعته أن يلجم نفسه بلجام التقوى ويصرف بصره إذا رأى في الشارع من النساء الأجنبيات، أن يصرف بصره طاعة لله وخشية من عقوبة الله تبارك وتعالى، وعملا بوصية الله التي فيها الرحمة وفيها الخير الكثير، وهي وصية لنا جميعا ولهذا السائل. شيخ، طبعا أعماله تبقى، أعماله الصالحة أن يثاب عليها. على كل حال المعاصي تنقص ثواب الإنسان، إذا كثرت المعاصي نسفت الحسنات، فعليه أن يحافظ على الحسنات التي وفقه الله لكسبها بمجانبة السيئات، لأنه لا بد من المحاصة، وزن الحسنات والسيئات. فإذا استرسل طيلة حياته في السيئات وهو يعمل الحسنات لا بد من الوزن، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ومعنى خفت الموازين رجحت السيئات بالحسنات، وثقلت أي رجحت الحسنات بالسيئات، هذا أمر معلوم لطلاب العلم.